قول امين ثم امين ثم امين. ارفع كتابك المقدس جاهزين، تعال نقولها مع بعض سوا مع بعض. هذا هو كتابي المقدس، انا اؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، انا جاهز كي استقبل كلمة الايمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف اتغير بنعمة يسوع، سوف اتغير وبكل تأكيد احقق كل مقاصد الله في حياتي. اشكرك رب اليوم لاجل عمل الروح القدس ليغيرنا، ليشفينا، يحررنا من كل افكار، من كل نوايا، من كل امور في القلب. تعال يا رب اليوم وخيم على هذا المكان بمحضرك سيدي. تعال يا رب انت تمجد، ارتفع في وسطنا، حاوط هذه القاعة بالملائكة وغطيها بالدم. ما تسمح ولا احد اليوم يخرج كما دخل، لكن يخرج وهو مشفي محرر ومخلص. يا رب انت تزيد ونحن ننقص، انت بترتفع ونحن منخفض، ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول امين ثم امين ثم امين. تفضلوا الجديد، روح معي الى كتاب روما الاصحاح 8. انا عم بتمتع جدا جدا، ما بعرف اذا انت عم تتمتع، بس انا عم بتمتع جدا جدا في التعليم اللي الرب عم بيقودنا نحكي في هذه القاعة. هاليلويا. ما زلت اتحدث عن النعمة في داخلك، تكفيك نعمتي. قول معي تكفيك نعمتي. وبتعرف اذا في شيء اليوم انا لازم اتعلمه، هو لازم اتعلم على النعمة الفائضة اللي الله بيعطيها في حياتنا في وقت الضعف، في وقت السقوط، في وقت التعب. بتيجي هذه النعمة لتقلك بأنه أنت فيك تبلش من جديد. أنا اليوم بلطفي عليك، خاصة إذا أنت عم تطلب هذا اللطف، بلطفي عليك، بحبي لك، عم بنقذك وعم بغفر خطاياك ولا أعود أذكرها فيما بعد. لكن اليوم من جديد أنا سوف أعطيك نعمة لأجل أن تنتصر، لأجل أن تحيا حياة الانتصار. ولذلك عليك أنك تفهم بأنه في نعمة الله محضرة لكل واحد، حتى بالأوقات الصعبة، وحتى بالأوقات اللي أنت بتكون عم بتصلي فيها وأنت مش فاهم ليش في قصص بعد عم بتصير في حياتك. تعرف قديش أنا وأنت قطعنا بظروف وما فهمنا. كم واحد بيقدر يقول لي هون أنا قطعت بكتير مراحل ما كنت عم بفهم شو عم بصير معي، بس حتى لدرجة وصل لفترة صرت عم أقول يا رب وينك شيك. كم واحد وبديك تعرف بأنه بهذه الأوقات بعض الأحيان الرب عم بيقول لك تعرف في أوقات نعمة من أجل أن تنتصر، لكن في أوقات هي النعمة من أجل أن تتحمل. قل له هيك لحدك، قل له في أوقات هناك نعمة. ما هذا عم بقول شيء، قل له هيك خلينا اسمع، يعني أنا ما عم بسمع. قل له في أوقات هناك نعمة من أجل أن تنتصر، قل له في أوقات هناك نعمة من أجل أن تتحمل. بتعرف بولس رسول قال هيك برسالة كورنثوس، تضرعت للرب 3 مرات من أجل أنه يشيل مني هذه الشوكة. وبتعرف الشوكة اللي كتير ناس كانت معتقدة بأنه هي شيء مرض كان عنده إياه بولس رسول، أو شيء مشكلة جسدية، لكن بالحقيقة ما كان عنده مشكلة جسدية. بنرجع بنحكي شيء مرة عن هذا الموضوع أكثر، إنما الشوكة اللي كان عم يحكي عنها كانت الاضطهادات، الضيقات، المشاكل، التحديات اللي كان عم يقطع فيها. قال وين ما بيروح كان بالحقيقة كان عم يقطع بضيقات وتحديات ومشاكل واضطهادات وضرب وجلد، وكان عم يحكي عن هيدول، كان عم يحكي عن الجلد، عم يحكي عن الضرب، كان عم يحكي عن تنكسر فيه السفينة، كان عم يحكي عن انه يضرب بالعصي، كان عم يحكي عن انه ينرجم. تخيل واحد ينرجم، يعني هلا تتشبق بالحجار شيء وتنرجم شيء ثاني. لان انا كنت افتكر بانه واحد ترجمه، يعني طلقت هيك، تعرف نحن اوقات مثلا اكتشف واحد بالحجره، طلقت حجره هيك تشبه بالحجره، بس بالحقيقه الرجم هو شيء اخر، هو انك تضلك تضربه بالحجار حتى يموت. والحجار اللي بتلقطها عاده حتى يموت على مسافه قريبه، مفروض انك تلقط حجار كبيره بالحقيقه وتخبطه فيها ليضل ليموت. وانرجم الرسول بولس بالحقيقه، بقول الكتاب المقدس انه مات وطلعوه خارج المدينه، واجوا الاخوه صلوا من اجله، قام ورجع فات الى المدينه. وبتعرف شيء رائع، تعرف انه هذا الرجل عنده تصميم غير عادي، رغم انه لم يكن يفهم ليش وين ما بيروح بالحياه لحقته هذه الاضطهادات، لحقته هذه القصص،
وصلى للرب يا رب بليز شيل هذه القصص، خليني كمل مهمتي، خليني كمل عمل اللي انت قد ارسلتني نعله. كم واحد متاكد بانه اللي رسله ليسوع لبولس هو الرب يسوع؟ مش هيك؟ كم واحد بقول انا متاكد 100% انه يسوع؟ لا، كيف تعرف؟ الحياة ظهر له شخصيا، مش هيك؟ ظهر له شخصيا وقال له انا رح ابعتك، مش هيك؟ شوفكم ايه ولا لا؟ بعمل الرسل. بقول الكتاب المقدس لكن بولس صلى. طب يا رب ما انت بعتتني يا رب، انت كي لازم تعرف. نحن نفكر بانه اذا انت بعتني يعني رح تسيسر الامور، مش هيك؟ نحن نفكر مش هذا المنطق تبعنا؟ يا رب اذا انت عملت شيء معي يعني انت رح تفتح، رح تزبط، رح تشيل. نحن هيك بنفكر مفهومنا البشري بانه اذا الرب معنا اذا ما رح يكون في مشاكل، مع انه الرب عم بيقول لك لا انا تركها بعض الاحيان. وقال صلى بولس الرسول 3 مرات يا رب شيل عني هذه القصص. قال لكن الجواب السماوي كان دائما يقول له تكفيك نعمتي لان قوتي بالضعف تكمل. اذا انا عم بستخدم هذه القصص اللي انت شايفها من اجل تدميرك، انا عم بستخدمها من اجل ان لا تتكل على امور الجسد. شو بكم؟ مزبوطة ولا لا؟ حدا عم سمع علي اليوم؟ تعرف انا وانت نحن عنا شو بيقولوا دائما قبليه انه نتكل على الجسد. يعني شوي انا اتركك، تعرف انا وياك الانساننا الجسدي ظاهر لدرجه ومقصود بالجسدي من جديد، لانه عم نحكي عن النعمه، عم نحكي عن الانتصار، عم نحكي كيف نعيش حياه مؤتمر دائم، كيف نعيش حياه عن جد روحيه حقيقيه، كيف نعيش حياه مؤثره كاشخاص روحيين، كاشخاص منحب الرب، كاشخاص مؤمنين. نمتنع عن بعض القصص الموجوده في هذا العالم، لانه للاسف بتشوف انه العالم بفوت الى الكنائس بشكل كتير سهل، ومقصود بالعالم مش البشر، ومقصود بالجسد مش هذا الجسد. يعني تعرف من جديد انا عم حاول اشرح لك، لانه معظمنا لما بقول الجسد دغري بروح افكارك على العظام واللحم والعضلات والى اخره. لا، انا ما عم بحكي عن هذا الجسد، هذا الجسد الله اعطاك اياه، لكن عم بحكي عن الجسد اللي هو رغبه الجسد، شهوه العين، شهوه الجسد وطرف المعيشه، هذول عم بحكي عنهم. عم بحكي عن الجسد، لما بحكي عن الجسد عم بحكي عن الـ الافكار، عم بحكي عن الانسان اللي الملين بالشهوات، عم بحكي عن الانسان الملين بالكبرياء، عن اعمال الجسد اللي هي اعمال الكبرياء، اعمال المراره، اعمال الغيره، اعمال الحسد، كل هيدول اللي بيحكي عنهم بغلاطي وبيقول كتير منيح هدول هن اعمال الجسد. هيك شوي نقريهم تنشرح بعد شوي اكثر شو بالضبط لما بنقول جسد عن شو عم نحكي. لانه من جديد اذا انا عم بحكي عن الجسد هيدا اللحم والدم، اذا انا لازم اعمل مثل ما بيعملوا كتير من الرهبان هذه الايام، روح اطلع شي محل خبط حالي، اضرب ما بعرف شو اجري، مع احترام الكل لكل هدول اللي بيعملون، امشي عركبة، امشي حافة، البس ثياب خيش، مع احترامي لكل هدول الناس، مع احترامي لكل الاشخاص بتعيش بهذا الاسلوب، لكن مش هذا الجسد اللي عم بيحكي عنه الرب. بكولوسي بيقول هذه الامور لا قيمة لها وما هي الا لارضاء الميول البشرية. اذا مش هذه الامور، حتى لو انت عشت هيك بالحقيقة انت ما عم تلغي الشهوات. البس ثياب خيش قد ما بدك رح تضل عندك شهوات. الو، عاد وين ما حم بحطك، حطك بمغارة هلا طعميك مدري شو دود ما بتلغي شيء. عاد خبط حالك هلا القات كرباج ليل نهار دعوس حالك، خبط حالك سكوت يا جسد سكوت، بس ما رح تلغي شيء. لانه مش المشكلة باللحم والدم والعظام، مش هدول هن المشكلة. لا بل الرب قال الانسان ينبغي ان يعتني بجسده، بجسده عفوا، لانه بحرف جر جسدي اسم مجرور بالبي وعلامه جره الكسره الظاهره في اخره. غلطي بسرعه بديك تشوفهم شوي لاعمال الجسد. الم اعمال الجسد فظاهره، اعمال الجسد فظاهر هي الزنا، ليك شو قال الكتاب النجاسه الدعاره. لا هدول شو هدول؟ شو اني هدول؟ نعم؟ اعمال الجسد هدول مش اعمال الروح. لاش كمل وقال؟ قال وعبادة الاصنام هدول شو؟ اعمال الجسد. لاش قال؟ السحر،
العداوة، النزاع. تعرف لما بيكون في نزاع، في سحر، في عداوة عم تخلق مشاكل قصص، هذه مش أعمال الروح القدس، هذه أعمال الجسد. ولا مرة في ناس تعرف شو الروحيين بيختلفوا على أمور روحية، اسمعني، ولا مرة بتلاقي مؤمنين بيختلفوا على أمور روحية. معظم اختلافاتهم هي مش على أمور روحية، على أمور جسدية، على أمور بالعالم. قال لي ما قال له، راح لعندي حكي معي، ما سلم علي، راح عزمهم ما عزمني، كبر علي، حكي علي، هيداك قال له ما قال لي، إلى آخره. هدول القصص هي اللي بتعمل المشاكل، صح؟ بس هدول شو هن هدول؟ هدول أعمال جسد، هدول مش أعمال الروح. ليش كمل وقال؟ قال النزاع، الغيرة، الغضب، الغضب أعمال جسد. ليش كمل وقال؟ قال التحزب، الانقسام. نعم، مستحيل الانقسام يكون أعمال من الرب، هي أعمال الجسد مش أعمال الرب. الرب لا يصنع انقسام، الرب يصنع وحدة. لكن مين اللي يصنع انقسام؟ أعمال الجسد. لاش كمل قال؟ قال انقسام، التعصب، التعصب مش أعمال الروح، هي أعمال الجسد. طيب واحد عايش متعصب لأفكاره وما بده يسمع على شيء آخر، مش أعمال الروح، هو أعمال الجسد. لاحظ كمان قال؟ قال الحسد، السكر، العربدة. ملاحظين؟ السكر، العربدة، الحسد، هي مش أعمال الروح، حتى لو اسمها مشروبات روحية، لكن هذه مش أعمال الروح. عم سمعوني أنت هون اليوم، اسمها أعمال الجسد. لاحظ، قال وما يشبه هذه وبالنظر إليها أقول لكم سلفا كما سبق أن قلت أيضا، إن الذين يفعلون مثل هذه لن يرثوا ملكوت الله. كلمة يفعلون في الأصل اليوناني هي كلمة براسو، وهذه الكلمة تعني في الأصل اليوناني تعني أشخاص يعيشون، أو أشخاص بالحقيقة يمارسون، أو أشخاص بالحقيقة عايشين أسلوب حياة هكذا، مش بيوقعوا بهيك قصص. ايه، انا وياك ممكن انه نوقع ببعض القصص، انا وياك ممكن يصير معنا هذه الاشياء، لكن نحن لا نمارس هذول الاشياء كعادة، كحياة، كأسلوب حياة. انا اذا واحد عم بيحكيك شهادة حياته، ما مفروض يقولك انا شهادة حياتي الروحية انه انا دايما مكبر، انا دايما بحسد، انا دايما. هذه منا شهادة حياة انسان روحي، هذا الانسان العتيق. ما انتو هون؟ ولما أنا وياك عم نحكي عن أعمال الجسد، عم نقول إذن أنا وياك ندرك جيدا بأنه الأشخاص اللي بتعيش بهذا الأسلوب بالحقيقة هي أشخاص مهزومة أصلا، لأنه أعمال الجسد واضحة. ونهار اللي بنحكي عن أعمال الجسد، عم نحكي عن جسد الإنسان اللي عايش بالجسد، إذن عم نحكي عن هيدول. عم سمعوني؟ نهار اللي أنا وياك بقولك إنه قد ما أنت تعمل تحاول تأذي جسدك، بالحقيقة الشيء اللي بغيرك هي مش إنك تأذي هذا الجسد، الشيء اللي بغيرك إنك تبلش تسلك بالإنسان الروحي، تبلش تسلك بعكس منطق الإنسان الجسدي. لأنه بتعرف قديش في أشخاص اليوم، نحن أنا وياك نتعرض يوم بعد يوم، كل يوم بعد يوم نتعرض لضيقات، نتعرض لمشاكل، نتعرض لاضطهادات، نتعرض لتحديات، نتعرض لشهوات، نتعرض لأمور في هذا العالم. وكيف أنا وياك بدنا نحمي حالنا؟ نحمي حالنا بأنه كيف، شو بنعمل؟ وخاصة أنه أنا وياك عايشين نور يسوع، مفروض نكون صح؟ بأنه كيف نحمي حالنا؟ بأنه نمشي بالشوارع نخبط حالنا، نطلع نسكن شي محل ما حدا يشوفنا إلى آخره. بس برضو بالحقيقة ما رح تقدر تفهم، ما رح تقدر تهرب من الأفكار اللي رح تيجي على رأسك. عم سمعوني؟ لأنه هذه الأمور حتى لو ما لها أي مصدر، لكن هذه الأفكار رح تضل تيجي. إذا شو الانتضاد، يعني شو شو بسموه بالعربي، يعني نعم شو ترياق، عم جاء بالعربي، يعني كلمة عربية، شو العلاج؟ نعم العلاج، شكرا، لأعمال الجسد هو انك بالحقيقة تزرب حالك بمحل، لا هو انك بالحقيقة تبلش تقول له يا رب انا بدي بلش عيش عكس هيدولي، وبالحقيقة اللي بلش عيش عكس هيدولي علي اني بالحقيقة بلش غزي في الانسان الروحي.
تحط لي غزة الإنسان الروحي علي أني بالحقيقة لا أهمل كلمة الله، لا أهمل محضر الله، لا أهمل حياتي مع الرب اليومي، وعلي أن لا أهمل أن أكون بجسد المسيح. لاحظ، كل ما أنت بعدت، كل ما أنت بالحقيقة أعمال الجسد رح ترجع تظهر. وبتلاقي بالحقيقة أنا وأنت كتير سهل أنه نبلش نعيش بالجسد، أنا وأنت كتير سهل نلاقي بأنه الجسد بلش يرجع يتفاعل. كثير سهل، اتركك شوي صغيرة جمعة جمعتين ثلاثة، اترك حالك من دون ما تقعد مع الرب، اترك حالك من دون ما تكون عندك حياة روحية حقيقية، بتلاقي فجأة أعمال الجسد بلش ترجع تظهر بكل سهولة، بكل سهولة. الكبرياء رح يرجع يظهر، الأنانية رح ترجع تظهر، حب الذات وتمجيد الذات رح يرجع يظهر، العناد رح يرجع يظهر، الخصام رح يرجع يظهر، الانقسام رح يرجع يظهر، التحزب رح يرجع يظهر، الحسد رح يرجع يظهر، المرارة رح ترجع تظهر. بتبلش تلاقي حالك فجأة، بعد فجأة تلاقي حالك عم تنتقم، عم تحقد، عم بتغار، عم السباب رح يرجع يظهر. القصص كلياتها بتلاقي شوي شوي بتلاقي هذه القصص عم ترجع تظهر. شو الحل؟ الحل انك تضلك بالحقيقة سالك بالروح. وأنا وأنت يا أحبة عايشين كل هذه الفترة هيك عم نعيش بهذه الدوامة، بأنه بيجي على الاجتماع هو الشيء الوحيد الروحي اللي بصير معي بالأسبوع كله. وبتعرف للأسف في أشخاص حتى إبليس بيعرف بأنه هذا هو الشيء الوحيد الروحي اللي عم بصير معك بالأسبوع كله، عم بحاول أقوس عليه حتى هذا، حتى ما بقى يصير عندك ولا شيء روحي بالحياة. يقوس على مجيئك على اجتماعات كنيستك إن كان الجمعة أو نهار الأحد، وبتلاقي حالك فجأة صرت إنسان مثل كل هالناس. شو بتفرق عن كل الناس؟ تعرف شو اللي بيزعج؟ بأنك صرت تشوف مؤمنين ما بيفرقوا عن ولا شيء بالعالم. يوم تطلع بس بيفرق أنه أنت بتقول عن حالك مؤمن، بس هذا اللي بيفرق. شو اللي بيفرق؟ بيفرق أنك أنت غيرت بالحقيقة طايفتك، بس ما غيرت بالحقيقة، ما تغير شيء فيك. وصرت وصل لفترة بلشنا نصدق انه بالحقيقة كأنه يسوع ضعيف مش قادر يعمل شيء فينا. وبتعرف صار المنطق انه تطلع على مؤمنين بتلاقي صار عندهم حياة مزدوجة مثل عميل مزدوج مع أولاد الرب، بيعرف يحكي كل اللغة اللي بتقول انه مؤمن، مع أولاد الرب بيقول الهاللويا والمجدا والشكرا و برايز ذا لورد، لان هيدي هيك نسيتنا نحن برايز ذا لورد، مجدا، هاليلويا، امين. بتعرف تقول هيدول، بتعرف صلي لي الى اخره، بتعرف تحكي هيدول الاشياء وبتلبسهم نهار الجمعه نهار الاحد او لما بتشوف مؤمنين. هلا في اوقات بيجوا مؤمنين بفاجئوك باوضاع انت ما بتكون جاهز لها، يعني كم واحد بيعرف انا شو عم بحكي. وفجأة انت بتكون مثلا بشي مول، بتكون انت بشي سوبر ماركت، بتكون انت بشي محل على الطريق، او عم تكسر احدا وطالع خلقك وعم بتسب وقطع قسيسك من حدك، او قطع خادم من الكنيسة. فجأة بس انه طلع خلقي. انا بتعرف للأسف بأنه بالبداية، اسمعوني أحبة، أنا عم حاول وصف لك وقائع، واقع ناس عايشة هيك. للأسف نحن سنة 2016 اللي عم شوفه بحياة المؤمنين قد ما في له وأعمال الجسد وقديش في دعاية لأعمال الجسد، وخاصة بأشهر مثل هذا الشهر. اسمعوني أحبة، أنا مغروم بشهر ديسمبر. أنا من الأشخاص اللي احلى شهر بالسنه هو بالنسبه لي شهر ديسمبر. بعتقد كثير ناس بتقول احلى شهر بالسنه هو شهر هذا الشهر كانون الاول، لكن هو احلى شهر بالنسبه لي، مش لانه بالحقيقه مع انه بتعرف كثير بحب الزينه، كثير بحب الاضواء، كثير بحب اني اروح واتفرج على الناس والالوان وزين بيتي والى اخره، وعم بشتغل على الموضوع، شوف بنتي شو عم تعمل هلا بالماضي، وشيء رائع انك تشوف كل هيدول، بس هيدول كلياتهم حلوين، لكن من دون حياة روحية حقيقية فهمة لما جيء يسوع المخلص لحياتي وانا عايش 100% مولود ولادة جديدة وعم بعكس هذه الولادة الجديدة على كل الناس اللي حول مني بالحقيقة. لا شو لا بل بالحقيقة بتعرف شو صارت الاعياد هو مكان فخ من ابليس حتى لنعيش
أمور الجسد بدل ما نكون عايشين أمور الروح القدس. خلينا أشرح لك أكثر وأكثر. تعرفوا شو يا أحبة؟ بكل كنيسة العالم، ما في كنيسة بعرفها بالعالم، كل كنيسة العالم بتقول لي هلا أنت ما بتعرف شيء، أنت اللي ما بتعرف شيء. صرت بارم 85 بلد بالعالم بقى، اسمع شو بدي لك. وكل كنيسة العالم بتعرف، ما بعرف ولا كنيسة بالعالم بيحتفلوا بالعيد مثل ما نحن بنحتفل بالعيد، وخاصة عم بحكي براس السنة. نحن البلد الوحيد، بعتقد البلد الوحيد بالعالم المؤمنين فيه بيعملوا احتفالات بعيد راس السنة مثل ما نحن بنعمل احتفالات براس السنة عادة. وعادة المؤمنين كلهم بالعالم براس السنة بيصلوا كلياتهم. نحن عادة حتى نقول لك تعال صلي بنعمل لك مع الصلاة نعمل حفلة وسكتشات وبالاخر قلنا طيب شو بعملنا نغريك. ما بالحقيقه نحن عم نتبارز مع رغب عليم، عم نتبارز مع 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 شو في بقى مع اليسا، ومع عم نتبارز مع نانسي عجرم، عم نتبارز مع كل هدول. بقى في مبارزه، ما في توافق بالمبارزه. يعني تلاقي في هدول عاملين لك برنامج ايش مكلف، مثلا بلاوي بيدفع على الشخص $1,000 او $1,500، في بيدفعوا $2,000 ليروحوا يحضروا حفلات، عرفتني كيف، وجايبين لك كوتيون قماش، مش كوتيون كرتون. نحن هذا بارم واحد وحده هيك كبسه، جايب لك كوتيون قماش يعني حي مفصلينهم عند خياط. تخيل واحد لابس كوتيون قماش برنايطه، شو هي كوتيون هي تلبسها ليله وحده بالسنه، ما هي وحاطين لك ودافعين بس حتقولوا لك تعال عم بتبارزوا مين بيعملوا سهره احسن بليله راس السنه. لكن شو الهدف من كل هذه السهره بالحقيقه؟ احتفال بين هلالين، فرح بين هلالين، مش هذا هو المنطق؟ بس شو المنطق الاخر بالحقيقه؟ شو بصير عاده بليله راس السنه غير اعمال الجسد، غير صرف وبزخ واعمال الجسد؟ ما بتعرفي احبه من جديد، انا ما بدي دين حدا. اذا انت بتروح بتقعد تحضر هيك قصص، انا ما بدي دين حدا، لكن بالنسبه لي عم بتطلع على حياه اشخاص بحبوا الرب، عم بتطلع على حياه اشخاص قديش انا وياك باحتفالاتنا حتى نحن مقدسين، قديش انا وياك حتى بافراحنا نحن عايشين بالروح، قديش انا وياك بالحقيقه بافراحنا عم نذكر حتى الاشخاص اللي باحتياج والاشخاص اللي ما عندهم هالامكانيه اللي انت عندك اياها. ما بتعرف لما انا وياك عم نفكر بطريقه روحيه فجاه رح نتطلع بانه كثير حلو العيد، لكن قديش مستغل هذا العيد ليبعد الناس عن حقيقه هذا العيد اللي هو يسوع. كل شيء عم بصير بهذا العيد ببعد الناس عن يسوع بالحقيقه للاسف. هلا بتعرف الا نطلع بعد احيان، انا بقول مرتي مثلا كل شهر ديسمبر بخلي بيتي على طول فيه ترانيم ميلاديه، بقوم الصبح بسمع شيء حلو. لا ليش ما بتعملها انت دخلك على طول ترانيم بتعرف، بس بتعرف انك تتذكر انه بالحقيقه العيد هيدا الفرح بانه مجد الله في الاعالي على الارض السلام في الناس الفرح. فرح ليش؟ لانه اجا المخلص عمانوئيل الله معنا، لانه انا لن اهلك فيما بعد، لانه في حدا دفع ثمن خطاياي هاليلويا على صليب العار واعطاني حياه ابديه، وانا اليوم عم بحتفل بانه هذا قد اتى، وعم بتذكر مجيئه، عم بتذكر ولادته في مزود حقير بالحقيقه، الذي ملك الملوك الذي يحمل كل شيء في كلمه قدرته، صار انسانا الوز امعن في التواضع، صار بشر وصار عبدا. اسمعوني يا احبه بس بين هلالين، لو يسوع اجى على هذه الارض وعيش كملك، عيش كملك كحاكم لهذا العالم، اسمعني، لو يسوع اجى على هذه الارض ما اجى بصوره نجار من الناصره في بيت لحم بين الناس، لو يسوع اجى بصوره ملك وعيش في قصر على هذه الارض، اسمعني، ما زال هذه قمه التواضع بعد، ما اسمعني،
مجرد لو اجى بس اجى على الارض، حتى لو عيش ملك، لو عيش ما كان، بعد هذا تواضع مقارنه مع هو شو بالحقيقه بالامجاد السماويه. هل عم سمع لي؟ بعد هذا تواضع، اسمه تواضع. كان بالحالي لك شو قال كتير مدرس، مش تواضع، امعن بالتواضع، يعني زاد بالتواضع. وفي تواضع، في واحد يزيد بالتواضع، بنقول لا 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 انا مش رح كون هيك، انا رح كون ببيت لحم مع نجار مع عزراء من بيت لحم، رح اربى هونيك، رح اربى بالناصرة، رح اعيش هذه الحياة اللي عيشوها كل الناس، رح اشتغل بداية الى اخره. تعرف شيء المدهش بالنسبة لي بانه اذا ننظر الى معنى العيد وننظر لكل الشيء اللي عم نشوفه اليوم في هذا العالم، عم نشوف بالحقيقة شيء ما له دخل، لانه خليني اعيش حياة روحية. رغم انه انا بالحقيقة من جديد بقول بنبسط كل مرة بعرف انه مثلا عاملين بروجرام على التي في فيه ترانيم، بقول هاللويا، اقل لو في شيء بعده عم يرجع بذكرنا بالعيد. للاسف اليوم حتى عم بحاولوا يلغوها من كل شيء، لانه بطل عيد الميلاد نذكر، قال نحن بعدنا نقول ميلاد مجيد، لكن برا بيقول لك ميري اكسمس، بحطوا اكس على كرايست. لا ما بدنا اياه، خلينا نلغي العيد. حتى بعد بامريكا هلا بعض محلات بعض الدول الأوروبية حتى ما بقى يقولوا ميري كريسمس، صار يقولوا هابي هوليديز، يعني فرصة سعيدة، فرصة سعيدة تشرفنا، أهلا وسهلا. فرصة حلوة، فرصة تمتع بالفرصة، بس هي فرصة شو؟ فرصة الشتاء، سميها فرصة الثلج، رحلة هي الآن. وننسى بالحقيقة المعنى طبعا. تعرفي أحبة من جديد، أنا اليوم عم بحكي عن أعمال الجسد، وعم بحكي عن أعمال الروح، وعم بحكي عن إنسان ينتصر، وعم بحكي عن إنسان منهزم. تعرف أنا وأنت علينا أن ندرك بأنه حتى بهذه الأعياد كيف نعيش نور للعالم، ملح للأرض، رائحة يسوع الطيبة في هذا العالم. بتعرف لما نحن بنعمل شيء بالعيد الميلاد حتى للأطفال، تعرف ب 26 شهر قديش في ناس بتلومني بسنين سنين 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 سنين، من أول بلشت كنيسة حي الفياضة، يعني هلأ هذه السنة 17 اللي بنعمل هذا الشيء اللي بنعمله، سنة جاي بكون سنة 18، وصلنا 18 سنة، يعني بعد 3 أشهر بالحقيقة، 3 أشهر على الأد، بعد 3 أشهر و20 يوم كون كنيستنا صار عمرها 18 سنة. أفكر فيها بأنه كل هذه السنين كل مرة بيكون في عيد ميلاد حتى لو ما كان عندنا شيء، بالحقيقة منوزع كدويات على الأطفال، والحقيقة منوزع كدويات على الأشخاص اللي بحاجة. وبتعرف دائما نحن منطلع ونقول طيب ليش تعملوا هيك؟ أنه عم تبشروا، أنه شو الهدف؟ هدف أنه الناس تيجي على الكنيسة؟ وبالحقيقة ما حدا عم يجي على الكنيسة ورا هذا الموضوع. ليش عم تعملوا هيك؟ نحن ما عم نعمل هيك. بتعرف ولا مرة اسمعني، الله يسمحنا، الله يسمحنا إذا نحن شي مرة عم نعطي شي وعم نطلب مقابل منه، بيكون بالحقيقة عطائنا هذا كلياته مش عطاء بالروح، هذا عطاء بالجسد كمان. ما اسمعوني؟ تعرف إذا أنت عم توزع شي للناس عم تقول لهم بالمقابل بدي أرجع أشوفك بالكنيسة، تعرف هلا نحن بدنا إنه كل الناس يجي على الكنيسة، بس ما بدنا نيجوا على الكنيسة لأنه أعطيناهم شي. مش هذا هو السبب بخليك تيجي على الكنيسة، أعطيناك كادو مش تتجي على الكنيسة، أعطيناك كادو لأنه نحن منحب يسوع، أعطيناك كادو لنقول لك أنه هذا عيد يسوع وهو عم بيعطيك كادو، هاي هي بس. أعطيناك مساعدة غذائية إذا عملناها، لأنه بالحقيقة نحن مش مانا مؤسسة بالحقيقة اجتماعية، نحن كنيسة. لكن معظم الأحيان قلبنا بينشغل وبينكسر بأشخاص عندها احتياجات، بنحاول من بعض من بيناتنا بنحاول نلاقي طريقه، بس هنقول للناس ان احنا بنحبكم شاعرين معكم، بس تيجي ما بتيجي هذا شأنك، بس هذا يسوع اللي فينا بحبكم، يسوع اللي فينا بيشعر معكم، يسوع اللي فينا عم بحاول. هي الحياه الروحيه احبه، الحياه الروحيه ما في خوض واعطي، الحياه الروحيه هي في خوض والرب صالح. تعرف هذا المنطق الناس ما بتعيشوا هيك، لانه هذا منه منطق الجسد، هذا منطق الروح. عم تسمعوني؟
لأنه نحن حتى بالأوقات اللي بنحب نعطي فيها شيء بالحقيقة بنعطي فيها شيء ونكون عم نفكر بأنه شو راح يطلع لي بالمقابل. صح؟ وبعض الأحيان بالحقيقة مش بس تعطي شيء بشو راح يطلع لك بالمقابل، بعض الأحيان بتروح يعني كنت بتذكر عم ذكر أنا وصغير إذا بتعطي شيء كانت مثلا إذا تياب عندي زغره أو تياب ما أش بدي إياهن بقى بروح بعطيهن لحدا بعرفه، بعطيهن لحدا بيقربني أو لحدا بعرفه. ليه؟ دائما أسأل ليش كنا نعمل هيك؟ بالحقيقة حتى لي في مرة غيرت رأيي بدي إياهن برجع بروح لعنده بخدهن، يعني أعرف كيف أرجع أروح إنه تعال هون أنت أعطيتك ليك فيني أرجع سوري هذا بالغلط بعدين لبسته ليك شو حلو شوفوا عليه حلو آه شو حلو آه هذا اللي أنا أعطيتك إيه. كم واحد بيعرف أنا شو عم بحكي كتير منيح يا أحبه؟ تعرف أعمالنا عطاءاتنا ما ألا أي دخل بأعمال الروح، معظمها مقاضي حتى بالجسد. ليك شو قال الكتاب المقدس؟ قال شو لك فضل إذا بتحب اللي بيحبوك وبتكره اللي بيكرهوك؟ قال الناس كلها هيك، كل الناس هيك، أنت شو بتفرق عن أي حدا برا؟ ما كل الناس هيك، كل الناس عندهم ناس بيحبون وكل الناس عندهم ناس بيكرهون. شو لك فضل؟ شو لك فضل إذا أنت بالحقيقة لما بتصلي تعمل مثل كل الناس؟ تعرف هي وعظة يسوع على الجبل لكي يتعامل مع الحياة الروحية الحقيقية، لأنه قريبا بداية السنة رح نبلش نحكي عن وعظة يسوع على الجبل ليتعامل مع حياة الإنسان الروحية، مع حياتك جوا. قال كل الناس بتصلي هيك، قال إذا أنت قال الناس هيك بيعملوا، الفريسيين هيك بيعملوا، بيوقفوا بيصلوا حتى الناس تشوفهم، قال بيوقفوا هيك بالمجامع وبيتصدروا وبيعملوا قصص وبصيروا وبصير صوتهم عالي وبصيروا يحكوا وقصص، قال هيك كل الناس. لكن انت قال كيف لازم تكون؟ قال ادخل الى مخدعك، سكر الباب، ابوك الذي في الخفاء يباركك علانية. قال كل الناس لما بتصوم بتعمل حركات انه صايمة يا وانا مش قادر، شوفهم بالشغل بوقت الصيام كون عم ينهار يعني لحقوب ما ورد يعني. ليه صايم نجوى؟ شو بك صايم؟ شو بدك سير منا نهتم فيه انه لانه صايم، انه هذا صايم اهتموا فيه. اقعد صايم انت صايم أبو زوز صايم، صلي مش قادر صلي لأن صايم. هذا بطل صوم صار اسمه رجيم. قال يسوع كل الناس هيك تعمل، كل الناس هيك تتصرف. قال لكن أنت لما بتصوم قال فوت حمم عطر حالك بين فريش، ما تخلي حدا يعني أنا صايم هذه علاقتي بالله، أنا مش عم صوم لفرجيك لك شيء، أنا عم صوم حتى يكون أنا وياه بعلاقة جيدة. هذا عم صوم علي اليوم يا حبا. والحياة الروحية اللي عايشة بالروح تختلف كليا عن الحياة اللي اسمها روحية بس حتى بالجسد. في خدمة بالروح وفي خدمة بالجسد. في صلوات بالروح وفي صلوات بالجسد. صلوات بالجسد تعرف شو؟ هي ليستا وبحقد على الله إذا هو ما سمع لصلواتي. هدول هن مطالبي وبطالبك فيهم، وبلش قلوا نطالبك فيهم، وبلش نعمل مظاهرات وبمشي معي ناس ليتظاهروا أيضا بس قدام السما، بدنا فراري، بدنا فيلا، بدي مش هيك؟ شو بكم ليش يا رب عم تسمعني؟ ليش ما عم تسمعني؟ فجأة الرب يطلع فيك هيك بقولك انت فهمني غلط ولا؟ يا هو انا ما بشتغل عندك. الو
أنا مش تحت أمرك، أنت اللي مفروض تكون تحت أمري. ما سمع لي أبدأ نعمسي نصلي يا رب، نعمسي نصلي صلوات حاقدة، قال تطلبون ولا تنالون لأنكم تطلبون رديا. تصلي يا رب الله لا يوفقه لفلان، يا رب ما توفقه. صلي واحد يا رب ليك هذا الشخص تعم صلي بحسد، يا رب ليك فارس ليش عم تباركه؟ طيب ليش فارس يا رب؟ طلع يا رب تسمع علينا، عم تسمع صلواتنا، طبعا بقول لك فراح مع خيك عم تبارك، هذا إنسان روحي ما تنظر واحد عم تبارك ليش مش أنا؟ هذا اسمه الجسد. بتعرف كل الكتاب المقدس عم بيعلمنا كيف نعيش حياة نحكي لغة الله، ولكن نحن بالحقيقة فجأة بتلاقي منعيش أوقات روحية، بنجي على الاجتماعات، بنطلع على المؤتمرات، بنروح على اللقاءات، بناخذ قرارات بحياتنا، لكن سرعان ما، لأنه ما في حياة روحية حقيقية، سرعان ما بتلاقينا نسلك كل الوقت بالجسد. حديثنا بين الناس حديث بالجسد. تعرف صرت أتعب. تعرف أنا ما عندي مشكلة أحكي مع ناس مش مؤمنين، بفهم ناس بيحكوا مش مؤمنين بيحكوا بالمنطق والعقل، هاي إذا عندهم منطق وعقل، في منهم لا منطق ولا عقل تحكي معه بالهذا برد عليك به تقول أهلين أهلا وسهلا تلاقي هون اخذ فرصة من زمان. لكن عم بقصد إذا بتحكي مع أشخاص مش مؤمنين تعرف تحكي معهم، لكن إذا عم تحكي مع أشخاص مؤمنين بتعرف أنا بتعاطف معك إذا عم تقطع بظروف صعبة، لكن ما بقدر أفهم منك أنت مش مصدق أنه بهذه جميعها يعظم انتصاري بالذي أحبني، أنه مش مصدق بأنه أنا تضرعت للرب. أنت صليت عندك أساس عم تقطع فيها خي، قاطع بظروف صعبة، إيه طيب وشو صار بعد ما راحت؟ لا عم صلي بس ما بصير شيء. طيب تكفيك نعمتي لأنه قوتي بالضعف تكمن، لأنه بالحقيقة النهار اللي أنت بتتعلم بأنه هذه الظروف كلها يتا الله عم يستعملها ليقلك بأنه حيش تتكل بقى على أمور الجسد. تعرف شو يا حبة؟ تلاقي أشخاص متايسة على شيء، سوري لكلمة عشي، واحد مركز أنا شو بدك أنت؟ بدي هالشغلة، بدي سافر، بدي الفيزا، بدي هذا المال، بدي مشيك، ومسخر 5-6 يصلوا معك من أجل هذا الشيء اللي أنت بدك إياه كتير. قديش بدك إياه كتير؟ بدي إياه. وعم تصلي ومتيس على شيء، فجأة رابع بقول لك تعرف هذا الشيء مش لك. أنا إذا عم بعطيك هذا الشيء بالحقيقة عم تاخذ من حياتك روحية، وفجأة تكتشف بأنه هذا الشيء مش لك، لكن أنت بدك إياه كتير لدرجة بأنه ما بقى فرقانة معك ولا شيء غير هذا الشيء، وحياتك الروحية كليا بتنلغى حتى ليتحقق الشيء اللي عم تطلبه بالجسد. تعرف الرب عنده حلين، يا أما يعطيك إياه وتفوت بالحيط، يا أما يتركك تفوت بالحيط على كل الأحوال. أوقات الرب يطلع فينا هيك بقول تطلبون ولا تنالون لأنكم تطلبون رديا، وإذ نلتموه تريدوا أن تنفقوه على شهوات الجسد. ليك شو سميهن يعقوب؟ أيها الخونة. وفي كلمة كبيرة خونة، أيها الخونة. كيف أنت بتفكر بهذا السلوك؟ كيف أنا وياك منلاقي حياتنا فجأة تلاقي أنت عيش روحيات، لكن فجأة تطلع وبتلاقي فجأة حياتك الجسدية رجعت أبت. طيب شو الحل؟ الحل أنه نترك هذا الجسد معلق على الصليب. أي جسد؟ اللحم والدم والعظام؟ لا، أفكاري كلها عم بتمر من خلال صليب يسوع. الحل أني أتذكر بأنه بالحقيقة أي شيء بعيشه بالروح مفاعيله رح تبقى إلى الأبد، وأي شيء بعيشه بالجسد رح يكون نتيجته فساد ودمار
وشهوات وموت. قال لأنه ما يزرعه الإنسان بالجسد، قال من الجسد يحصد شو؟ فسادا، لكن الذي يزرع بالروح من الروح يحصد شو؟ حياة أبدية. ما بتعرف شو أحبه من جديد؟ عم فكر بقديش عن جد سهل أنه أنا وياك نتكل على أمور الجسد. تلاقي تقطع بظروف صعبة معي؟ تقطع بمشاكل وتحديات، فجأة تبلش تتصل بالبنك، فجأة بتتصل بالواسطات، فجأة بتروح بتطلب معونة إلى آخره. وبتعرف كل هيدول، أنا بفهم قديش واحد بيقطع بظروف صعبة، وبفهم قديش أنا وياك بنكون إذا كانت أمور مادية أو كانت أمور عائلية أو إن كانت أمور بالمرض أو إن كان تعرف. لكن للأسف معظم الأحيان بتلاقينا هيك، لما الأشخاص بيقطعوا مثلا هيك، لنقول بمرض ما، بمشكلة صحية ما، بيعمل كل شيء، بيزور الأطباء، بيتدين، بيجيب فلوس، ما بيخلي حكيم، ما بيخلي شيء، بروح بيطلب من الناس دخيلكم ساعد، هذا شخص عم بيعين. وبتعرف توصل للمحل بتتذكر انه بالحقيقة انت عملت كل شيء ما عدا انك نظرت اليه. انت عملت كل شيء، وفجأة حتى لما بتنظر اليه بهذه الظروف تكون عم تنظر اليه لانه بدك شيء منه، مش لانه انت بالحقيقة عايش حياة روحية بتحبه. اسمعوني يا حبا، تعرف هاي مأساة اللي عم فكر فيها، صار لي فترة مأساة، ناس عايشة بمأساة، ضحايا احتياجاتها، ضحايا أعمال الجسد، ومش قادر يفهم بأنه أنا لو بعيش حياة روحية حقيقية. اسمعني يا حبا، الحياة الروحية الحقيقية فيها التحديات أكيد، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. الحياة الروحية فيها مشاكل أكيد، لكن هاليلويا كثيرة هي بلايا الصديق، لكن شو؟ من جميعها ينجيه الرب. شيك؟ الحياة الروحية فيها طلعات ونزلات وقصص كثيرة، لكن بتعرف شو؟ لي حياة هي المسيح، وبتعرف الموت ربح لي. هاليلويا. فكر فيها، ساعتها ما بتعب تعطى الهم، تعطى الهم يي هلأ شو رح يصير. في مرة واحد عطى معادلة، قال لتضل فرحان، قال إذا أنت عندك مشكلة طيب وما عم تلاقي الحل لها وما فيك تحلها، ليش عم تعطى الهم؟ وإذا أنت ملاقى الحل لها وفيك تحلها، ليش عم تعطي الهم؟ إذا مع الحالتين ما تعطي الهم. حبيت. إذا أنت عندك مصيبة وما لها حل ومش قادر تحلها، عشو هتلين هم؟ شو في نعم؟ فرح. هاليلويا. شو بكون مظبوطة ولا لا؟ فيك تحلها؟ طب إذا فيك تحلها، ليش عم تعطي الهم؟ حلها. يمكن تكون مفتاح لكثير ناس اليوم هذه الخبرية. خلينا نكمل بروما يا حبة بسرعة، بعد عندي 5 دقايق. كل مرة بنفتح روما ما بنقريها. سبحان الله، معكم القعدة ما بينشبع منها. ليك شو قال هيك؟ فاهتمام الجسد، الآية 6، هو موت، وأما اهتمام الروح فهو حياة وسلام. قالوا هيك لحدك، قالوا اهتمام الجسد هو موت. انكزوا لأنه ما سمعك، وقالوا إياها من جديد لو سمعت. سمعك؟ قول معي، اهتمام الجسد هو موت، أما اهتمام الروح فهو حياة وسلام. لاحظ لي 7، لأن اهتمام الجسد هو عداوة الله،
إذ أنه لا يخضع لناموس الله بل لا يستطيع ذلك. فالذين هم تحت سلطة الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. من جديد الجسد أيه يعني اللحم والدم؟ بيحكي عن اللي قلت لك عنهم بغلاطية. إذا أنت خاضع للحسد والكبرية والنميمة كل همك هيدول، سامحوني أحبة بس ما في شيء بهذا العالم إلا ما بغذي هيدول. كل شيء بهذا العالم بغذي هيدول، بغذي الكبرية، بغذي الحقد، إن كان البرامج على التلفزيون، إن كان التياب الفاشن، إن كان الأغاني، إن كان قليل الأغاني. ما لا أغاني عم تطلع مؤخرا؟ شو هالأغاني؟ قليل واحد عمره 19 سنة شاب سوري قاعد عم يتسلى بحفلة، مرة كنت عم بقرا مقالة كيف طلعت غنية هذه جن ونطه. كم واحد سامع غنية هذه الهت كانت جن ونطه؟ كم واحد سامع؟ شو عامل لي هيك بإيدها؟ كانت الهت السنة، الهت جن ونطه، نطه جن ونطه. تعرف واحد عمره 18 سنة سوري هيك حبوب، كان في مطرب بحفلة، هو بدق فل المطرب، قاموا قالوا له بدنا نولع، عم صار قال لهم جنوا نطوا جنوا نطوا، سجلوا له يا صارت هيك قليلة جنوا نطوا، قليلة هاي أغاني بتتغنى. قليل اللي بيرميك بوردة براسه بخرطش فردة مثلا، تخيشة بتقلي منين بدأ يصير في مجتمعات فيها سلام ومحبة؟ بقول لك اللي بيرميك بوردة براسه بخرطش فردة، أنا أقول له واحد يقرب يزر منين؟ كيف ما راسنا قاعد ليل نهار عم تسمع قصص عجيبة غريبة، الفاشن التياب، ليك الناس شو عم تلبس، ليك سلوك الشباب والصبايا، تعرف من ورا شو؟ من ورا سلوك الأهل، لأنه الأهل ما عم بيقولون لا، ما اسمعوني نحن وصغار كان في حدا يقلنا لا. كم واحد مثلي بيتذكر هو صغير، بس هلا ما بقى في شيء اسمه لا. شوفوا التليفونات بكل ايد، الميديا وين ما كان، الساتلايت، العالم، شو عم بصير بالعالم؟ عم بيشجعك لأنك تعيش بقداسة؟ طب اسمعني يا أحبة، إذا على أيام بولس الرسول كان مفروض أنه أنا وياك نكون، إذا بولس الرسول محتاج أنه يقعد كل يوم مع الرب، إذا بولس الرسول محتاج أنه كل يوم يكون عم يسلك بالروح، إذا هيدا بولس الرسول بأيامه اللي ما في موبايل وما في ساتلايت وما في مولات وما في موضة وما في فاشن وما في كل هذه القصص عم بتجروا فيها اليوم بالعالم، والتجارة عم تنتشر والمعلوماتية والمعلومات والأغاني وكل هذه القصص والزنا والنجاسة والكفر، إذا بهداك الوقت لازم هالقد كنت عيش، قديش لازم هلأ عيش؟ أوقات بتطلع بتعرف تقول لي ليش بحب الشبيبة؟ لأن بحس معهم، بحس إنه ليك هني وين؟ كيف أنا بدي جره من هنيك لحياة روحية حقيقية؟ كيف بدي اجيبه من هذا البحر، بحر الظلم اللي عايش فيه، اللي عم يتخبطوا فيه كل العالم للاسف والمؤمنين كمان. قال اعمال الجسد هي عداوه الله، اعمال الجسد هي موت. قال اللي بيعيش هيك اوعى يفتكر انه فيه يرضي الله باي شكل من اشكال. تخيل انت وين عم بتشوف حدا بيقول لك الله يسامحك، وين عم تشوف حدا بيقول لك انا بحب على كل الاحوال، وعم تشوف حدا بيقول لك بانه انا ما راح احكي عليك، انا راح صلي لك، راح احكي عنك ليسوع. وعم تشوف حدا عم بيقول لك بياخذ منك ثوبك اعطي رداءك، بياخذ رداءك اعطي ثوبك. وعم تشوف بانه انا ما بنتقم، خلي النقمه للرب، هو اللي بينتقم. وين عم تشوف حدا بيقول لك احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، صلوا لاجل الذين يضطهدونكم،
بهذا تكونوا أولاد أبيكم الذي في السماوات. هذا إنسان عادي ما بيقدر يعملها، لكن إنسان عايش حياة روحية حقيقية بيقدر يعملها. بكمل لحظة سؤال بروما بسرعة. ليش كمل وقال؟ قال وأما أنتم فلستم تحت سلطة الجسد بل تحت سلطة الروح، إذ كان روح الله ساكن في داخلكم حقا. إذا عن جد الروح القدس ساكن فيك، أنت ما مفروض تكون عايش حياة طبع غلط يا أعمال الجسد، مفروض تكون عايش حياة ثمر الروح القدس. ليش كمل وقال؟ قال ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فهو ليس للمسيح. نسمعني وعم سمعوني كتير منيح، نرى عنه اسمعني، فتح دينك، فتح دينك عيونك ما عدا تمك، اسمعني كتير منيح. قال إن كان ليس لك روح المسيح إذن أنت لست للمسيح. نسمعني، نحن اعتقدنا بأنه عم بيحكي عن الألسنة، عم بيحكي بأنه روح المسيح يعني تقع هون وبتتبرم وبتضحك وبتنطنط وبتعمل قصص. اعتقد بأنه هيدول هن تبع روح المسيح، أنه أنا عم بنلمس بالمؤتمرات، أنا عم بصير معي إشياء اختبارات روحية حلوة. نشكر الله من أجل هدول الاختبارات، لكن اللي عم يحكي عنه إذا أنت منا عندك روح المسيح، إذا أنت لا تسلك سلوك المسيح، سلوك الروح القدس في داخلك وأعمال الروح القدس وثمار الروح القدس، انسى أنك أنت ابن الرب. لأنه ما بيهم قلوب 10 ساعات تحكي على السنة 20 ساعة، ما بعرف شو بك تعمل، كل هدول القصص ما بيقولوا بأنك أنت المسيح. نسمعوني يا حبا، لأنه للأسف وعم بحكي وعم بنهي، للأسف صرنا نشوف مؤمنين وصرنا نقول هيك هذا مؤمن حقيقي مكرس، كأنه في مؤمن مش حقيقي وفي مؤمن حقيقي وفي مؤمن تقليد. هو مؤمن يعني مؤمن نقطة على السطر، فنطلع بأنه آه ليك هذا ليك هذا ليك هذا بسلك بجسد هذا بسلك بروح هذا. بس رابعا بيقول هون بولس رسول، إذا أنت ما عندك هيك شيء، ليك شو قال؟ لأنه نحن هلا هون من جديد، مين بيرتد ومين ما بيرتد؟ بس لسه سؤال، الشخص اللي هو للمسيح هيك في منه كتير؟ اليوم إذا بتطلع بكنيسة الرب ليه عايشين بالجسد، عايشين بهزيمة، عايشين حياة نجي منطلطل على الكنيسة، أوقات نصلي، أوقات نقرأ، أوقات نبشر حدا، أوقات نزور، أوقات نخدم. بس قال إذا أنت ما عندك روح المسيح عايش هيك، قال أنت لست للمسيح. بتعرف رح كمل نهار الأحد لخبرك أكثر شو معناتها أنه نعيش حياة روحية حقيقية. اليوم طلع مثلا مؤمنين بس عندهم حياة مزدوجة، تلاقي في قصص عم فكر كيف تعمل هيك يا زلمة؟ طلع بأشخاص بشوف صورهم، شوف شو بيلبس، شو بيعمل، كيف بتصرف، بتفاجئ، فاجئوني المؤمنين. ايه؟ اللي واحد ما شو خبروني، هيدا هيك عمل، هيدا هيك سوى، هيدا لبس هيك، هيدا سوى هيك، هيدا راح لهونيك. بطلت اتفاجئ هلا. اكتشفت انه عايشين بمجتمع الايمان صار مجرد فلسفة عايشة بعتنقها بس مش حياة عايشة. سمعون انت هون يا حبة؟ تلاقي ما في شيء بيقول ان انا مؤمن، ما بفرق عن شيء، ما بفرق عن حدا في هذا العالم. انت هون ايه ولا لا؟ تلاقي اذا هلا بطلع فيك بطلع بحال حدا بالعالم، تلاقي ما في فرق غير انك بتروح غير كنيسة، بس هذا هو الفرق، غير انك انت بتعرف اكثر منه معلومات روحيه، هذا هو الفرق بس. اذا حدا بيطلع فيك هلا قاعد بشي مطعم بشي مول عم تحكي مع حدا، ما بيعرف انك انت مؤمن بالحياه، لانه ما في شيء بيظهر روح المسيح اللي فينا. وانا اليوم بدي صلي انه رب يغيرنا. خلينا نوقف مع بعض يا احبه. كم واحد بيقول لي اسيس انا محتاج اتغير؟ ارفع ايديك قدام الرب يا احبه هلا، قال له سيد اليوم ارحمني سامحني، انا بحاجه يا رب اني اتغير حقيقه. هاليلويا.
لك الكرامة يا رب، لك الحمد، لك المجد. فهيداك وصلي اللي يا رب اليوم بعرف انه ما في حدا حاول مني بيشجعني اني اعيش حياة روحية. بالحقيقة وين ما بروح الناس كلها يتعايشة هيك، بس يمكن يكون انا واحد على مية، يمكن يكون انا واحد على الف، يمكن يكون واحد على مليون بالعالم العربي، واحد على مليون، يمكن يكون واحد على مليون، بس انا بدي اكون ملح لهدول مليون. ما بدي اقبل اني انا اتأثر، بدي اني اثر يا رب. واذا سقطت اقوم اليوم، اذا وقعت شي مرة وقعة مش اخر الدنيا خي عراف، لكن ما تضل واقع. ارفع ايديك يا رب، انا ما بدي ضل واقع، بدي اعيش حياة روحية حقيقية. اذا شي مرة سقطت قلي يا رب اليوم ارحمني سيدي، واليوم فيد بنعمتك على حياتي. يمكن في منكم هلا قاطعين بظروف صعبة وما عم بلاقي أجوبة، الرب عم بقول لك أنا عم بستخدم هذه الظروف الصعبة حتى لقتل فيك الكبرياء، حتى لقتل فيك الأنانية، حتى لقتل فيك حب العالم، حتى لقتل فيك الطمع. حتى تعرف بولس الرسول قال هيك، قال تضرعت أمام الرب 3 مرات، قال وكانت هي شوكة بالجسد، رسالة من إبليس، قال شو؟ حتى لا أتكبر. قال ليك بولس الرسول قال أعطيت، طلعت على السماء الثالثة، أعطيت إعلانات ما فيني خبرها، قال لكن حتى لي ما أتكبر أنا أعطيت شوكة بالجسد. وبتعرف قديش نحن سهل الكبر يطلع، الأنانية تطلع، وراوعة بقول لك شايف كيف خلي قصص بحياتك حتى لي خليك ما تعتمد على قوة الجسد. شوف أنت قديش فظيع ورائع ومهم وعظيم والناس تتطلع عليك. طبعا بقول لك اليوم هلأ عم بقول لك قديش بدي حط إيدي عليك لتضلك تتذكر بأنه نعمتي تكفيك. فايدك هيك قل يا رب أشكرك من أجل نعمتك يا قدوس، أشكرك من أجل خساد، من أجل لطفك. لطفك يا رب، أنت لطيف معي، حنان، طويل الروح، كثير الرحمة. هاليلويا هاليلويا. فايدك قل له سيدي تعامل مع ضعفي يا رب، علمني بأن لا أسقط يا رب، إن سقطت أقوم في أي تجربة، لكن يا رب أشكرك لأنه لن أسقط في التجارب، لأنك تفدي من الحفر حياتي. أي باب مفتوح بحياتي على إبليس، لإبليس اليوم هلأ بسكره باسم يسوع. كل أعمال الجسد، في منكم في أعمال جسد ظاهرة، في سكر، تدخين، سباب، عربدة، كفر، نميمة، حقد، عداوة، غضب، كبرياء، كل هيدول قال له سيد اليوم ارحمني، انقسام، غضب، حسد، غيرة، عبادة أصنام، شراهة، أنانية، يا رب ارحمني 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 ارحمني. رب علمني كيف أعيش حياة روحية حقيقية، أعيش حياة يا رب يظهر في يسوع صورتك سيدي، أكون مثمر للمسيح، مثمر بالروح. فهديك صلي بالروح لثواني، اللي رب اليوم بدي أطلع من هذه القاعة جاهز يا رب لأسلك سلوك حقيقي معك يا قدوس، لعيش لمجدك يا رب. مبارك أنت كل أيام حياتي أحيا معك، كل أيام حياتي، كل أيام حياتي. أوه هاللويا 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 هاللويا، لك كل المجد يا رب، لك كل المجد. هاللويا. خذي الشخص اللي حدك بلش صلي من أجله، أعطي فرصة لكتار منكم يصلوا بعضكم لبعض. خذي اللي حدك صلي له، صلي له هلأ. قال له يا رب اليوم سكوب روحك على خيي، علمه كيف يعيش لألك، علم أختي يا رب كيف تعيش لمجدك، كيف تحيا حياة روحية صالحة، حياة روحية حقيقية، حياة ترفع اسمك وين ما بتكون، يرفع اسمك وين ما بيروح، صورتك تظهر فينا يا قدوس، ونصنع ما هو قويم وحق في عيونك. مبارك هو الآتي باسم الرب، مبارك هو الآتي باسم الرب. كل شعب الله يقول نعم. نعمة ربنا يسوع، محبة للآب، شركة روح قدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بسحاب المجد.
اجتماعنا انتهى، أراكم نهار الأحد إن شاء الله صباحاً.